استعرض مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا حول بدء تفعيل مبادرة مراكب النجاة والتي انطلقت من محافظة الفيوم تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة. من جانبها أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة أن زيارتها للفيوم جاءت للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة في إطار خطة العمل والتي أعدتها الوزارة لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة. وأضافت أن جهاز تنمية المشروعات يشارك في المبادرة من خلال ما يقوم به من خطط وأنشطة تخص الشباب، موضحة أن هناك نحو 3,200,000 مشروع وفق الجهاز بميزانية بلغت نحو 50 مليار جنيه. وأشارت إلى أن نصف هذه المشروعات تم تخصيصها للصعيد، من بينها 236,000 مشروع وفرت 260,000 فرصة عمل بتكلفة 2,400,000 جنيه في محافظة الفيوم.